تنفيذ التعليمات السامية صاحب جلالة الملك محمد السادس القائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي ظل الخصائص اللي كتعرفوا من منطقة بوعنان فيما يخص الأطقم الطبية، نقوم بتشارك مع أطر وزارة الصحة العمومية بتقديم خدمات طبية متنوعة لسكنة المنطقة. منذ شهر غشت 2018 كنستقبلوا مرة كل أسبوع عدد من الحالات كتراوح من بين 40 حتى 80 حالة، للأغلب ديالهم كيعانيوا من أمراض جلدية ومرض أمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. بالنسبة للعمل ديالنا كيتجلى في فحص المريض وتشخيص الحالة الصحية ديالو، وهكذا كنعطيه وصفة طبية ملائمة. أما بالنسبة للحالات المستعصية اللي كتستلزم استشارة طبيب متخصص فكيتم التوجيه ديالها لمستشفيات إقليمية أو جهوية. جينا اليوم لواحد الفحص عند الدكتور المينيتير، والحمد لله داش كل شيء مزيان، كل شيء بخير. شاف لي الدري قال لي ما عندوش شيء حاجة خطيرة، والحمد لله التعامل ديالو مزيان، الله يعمرها سلعة، وداكشي الخدمات مزيانة، وتا الوصفة اللي كيعطينا وداكشي الأدوية زعما مزيانين، وما كاينش شي مشكل زعما، وكيجي كيدي الخدمة ديالو فكامل أحسن وجهه زعما مزيان، الله يعمرها سلعة. كما شفتوا معنا دابا قمنا باستضافه ديال واحد الشخص اللي كيعاني من صداع الراس هذه جوج ديال الاسابيع. كما عاودنا قال لك راه ديجا مشى عند الاطباء وحدين اخرين وعطاو له الدويات ولكن ما كاينش شي تحسن. حنا استقبلنا داك الشخص هذا النهار وقمنا بالفحص ديالو وعبرنا له المؤشر ديالو الطونسيون لا تمبيراتور، وعطينا له واحد الوصفه طبيه اللي غادي يتبعها لمده اسبوع، وغادي نعاودو نشوفوه الاسبوع الماجي ان شاء الله بور كونترول. الا كان شي تحسن غادي يتبع الدواء ديالو، والا ما كانش شي تحسن غادي نشوفو الاجراءات اللي غادي ناخذوها نورمالمون، سواء نصيفطو للاحاله لشي طبيب واحد اخر اختصاصي ولا نصيفطو للوبيتال سي اش ديال وجده. هاد الطبيب جيتو ديال المينيتير الله يجازيه بخير، وقف معايا وقلبني ودار لي لاطونس، عبر لي لاطونس وعبر لي كل شيء، سولني بزاف واش حرقني واش هادي واش، قلت له داني كيحرقني الراس هاد الجهه ديال اليمنى، ودرك هو راه وقف معايا وراه دوز عليا وراه غادي يعمر لي واحد ثلاثة ان شاء الله ديال الدواء، وربي ان شاء الله يجيب الشيء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.